مساء الخير من صوت لبنان تأليف الحكومة العتيدة يكاد يتحول إلى معضلة تختلط فيها العوامل الخارجية والداخلية فيما عداد الدين العام شغال لا يتوقف ما هي أسباب العرقلة؟ ما هي حسابات الأطراف المعنيين؟ ما هي أفاق الوضع في المنطقة؟ وفي لبنان بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة؟ وماذا بعد انتخابات الولاية النصفية؟ في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في هذا الحوار من مانشات المساء مع الوزير السابق ديميانوس قطار أهلا وسهلا فيك مع, مع الوزير الخير لك وللمستمعين ولمن يريد متابعة وقائع هذا الحوار يمكنه ذلك مباشرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5 100.3 معالي الوزير البداية من أزمة التأليف يعني في إجماع أنه العوامل التعطيل أو التعثر هي محلية خارجية قديش البعد الخارجي موجود بها الأزمة في كل فريق بيضخم بحسب موقعه يعني يلي عنده حركة قليلة بالداخل يرتكز على التضخيم الخارجي واللي عنده حركة أقوى بالداخل يرتكز على إذا بدك التموضع الداخلي هو لا شك أنه واقع الأزمة السياسية بلبنان منذ العام 2005 لليوم لم يكن يوما مرتبط بالعوامل الداخلية فقط هو مرتبط دائما بالتجاذبات الإقليمية على لبنان وزادت حد ما يسمى بحرب اليمن والحرب المؤلمة السورية يعني عمليا ما بقى في شيء فيك تعزله بلبنان عن المكون الاقليمي شو عم تحاول تعمل؟ خلينا ناخذ بعض الدول اللي معنيه مباشره واللي عم ينحكى عنها، يعني في كلام للنايب السابق وليد جنبلاط كان عم بيقول ايران تعاقبنا بتاخير التاليف. هيدا كلام إلو في دور ايراني لا شك على الساحه اللبنانيه، خلينا نحاول نقول شو بدا ايران من لبنان من خلال حزب الله خلينا نبلش ونقول انه ادارة حزب الله عندها نوع من الاستقلاليه حسب ما لمسنا بالسنوات الاخيره بمسار السياسه اللبنانيه يعني عندها نوع من التحكم بالمسار السياسي عندها تفاعل دائم على مدار الساعه مع النظام الحاكم في سوريا وعندها التزام مطلق بالاستراتيجيه الايرانيه في المنطقه بس عندها حرية تصرف داخل عندها ساعة كبيرة بعد 2005 لليوم هناك إشارات كثيرة تؤكد على مسار التحكم الداخلي يلي يتمتع فيه في قيادة حزب الله في لبنان لكن التفاعل اليومي مع الحالة السورية وشفناها بأكثر من محل والتزام مطلق بالاستراتيجية الإيرانية طيب هلأ إذا بدي حاول أفهم شو اللي عم يعملوا حزب الله يعني واضح صار إنه العقد السنية المستجدة هدفها تأخير تأليف الحكومة أه فينا نبلش من الأول أنه هن قالوا أنه نحن هالوزراء اللي تحالف استراتيجي معنا أو هالنواب عفوا لازم يكون منهم توزير هيدا كان إشارة أولى طرحها قيادة حزب الله كمحرك أساسي بما يسمى تيار 8 أدار واضح لوين بيلجا هو وشو بتعطي كنت اسمع دائما من شهرين وما في حكومه قبل العقوبات من شهرين بالسوق يعني <تصفيق> <تصفيق> العالم بتحكيها من اول نهار تكلف الرئيس الحريري مش السياسيين بيحكوها انه انه الناس عندها قناعات انه هؤلاء النواب عندهم تقاطع بين ارتباطهم بما يسمى النظام السوري منذ الماضي والتقاطع مع المصلحة الإيرانية المطلقة في التفاوض مع الإدارة الأمريكية لأن التفاوض لم يتوقف هناك تفاوض دائم على موضوع حجم إيران في المنطقة صلاحيات إيران خارج حدودها لأنه يعني حضرتك تعرف بالعلاقات الدولية ما فيك تتمدد خارج حدودك بدون ما يكون في نوع من الأخذ والرد في قوانين لهذا الموضوع وفي أعراف لهذا الموضوع اليوم هذا التمدد للجمهورية الإسلامية الإيرانية محط بحث على مستوى الدول الكبرى يعني إن كان من اتحاد من الولايات المتحدة أو من روسيا هيدا نقاش دايم حتى الصين دخلت على الخط مؤخرا بإطار ما يسمى أنابيب الغاز وغيرها بنوع من الوساطة إذا فينا نسميها وبالتالي اليوم ليلة هلأ في تطول أكتر بكتير طالما المفاوضات لم تنتهي أو لم تؤدي إلى تأشير معين إن كان على مستوى سميت حضرتك العقد السنية اللي هو التوزير أو على أبعد من هيك اللي هو على الدور المستقبلي كل النقاش اليوم هو على الدور المستقبلي في سوريا ولبنان واضح اللي حكيته يعني إذا بدنا نربط الأمور ببعضها كمان من فترة تعثرت عملية تأليف الحكومة بالعراق يعني كانت الأمور ميسرة تعثرت هونيك ورجعت تعثرت بلبنان. في يعني في رابط اساسي بين الوضع الايراني والدور الايراني وما يجري بالاقليم على كل الساحات هول والمفاوضات مع الحوثيين باليمن، يعني على طول هذا هذا التموضع للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بهذه الدول المحيطه فيها واللي عندها دور امني سياسي فينا نسميه ما فيك تفصله، ما فيك تقول انه هيدا مفصول، هيدا متمركز متموضع حتى باخر باخر المحطات كان في ملاحظات بالامارات، كان في ملاحظات بالكويت، انه في نوع من هذا التفاعل بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ومن يعتبر بتحالف معها او بارتباط معها. بدي روح على الحقل المباشر اللي بتهتم فيه التأثيرات الاقتصادية لما يجري لتعثر التأليف أولا الوضع النقدي قبل ما نحكي عن الوضع الاقتصادي أو الوضع المالي لأنه اليوم في كلام مهم للرئيس بري عم بيقول إذا بتبقى الأمور مثل ما هي الوضع النقدي أخطر من الخطير لهل قد الوضع شايفه أنه ممكن تعثر التأليف يخدنا على مشكلة نقدية بلبنان هلا دولة الرئيس بري بيعرف اكتر منا يعني إذا عم بيطلق هيدا النداء صحيح هلا هو هيدا النداء إذا بدك هلا طلع من عنده بشكل قوي اليوم لأنه أكيد عنده اطلاع على الأمور بس هو هيدا موضوع سابق يعني مش هلا الإشكالية تبعنا إنه نحن بنعرضها وكأنه هلا طرقت يا ألف الحكومة يا إما عندكم مشكلة لما انطرحت من ثلاثة شهور بس من غير مصدر هل يا ألف ويا في مشكل قال عم بتهولوا علينا اذا بدك حطها باطارها الصحيح ما تغير شيء من ثلاث اشهر اليوم بالتقنيات يعني بالموضوع التقني ما تغير شيء ودايع ودايع القروض قروض سيولي سيولي الفوايد نص نقطة فارقة بس واضح انه الامور عم تتأزم أه. شوي شوي يعني عم نلاحظ انه الامور تزداد سوءا مع الوزير هي تزداد سوءا من قبل هلا عم بتزيد اكثر ما هو بدك ت... تقول هل النداء بمحله اكيد هل الوضع بالنسبه لالون بمحله اكيد بس هلا هل صايره من ميلة تاني من ثلاث اشهر طرحنا الموضوع انا عم بقولوا يعني اللي بدي اقوله انه هل هناك حاله ضاغطه اكيد هل يستطيع المعنيين المحافظه على الجو العام اكيد اول شيء نحن لازم نحافظ عليه استاذنا هو الثقه كيف نحافظ يعني اليوم بدك تحافظ السئة. على الثقه كل ما بتتراجع عنصر الثقة كل ما بيزوق بسوء الواقع ولو كانت تقنياته غير سيئة يعني اليوم نحنا في عندك سلة ودايع وسلة احتياطات وثقة من اللبنانيين بالليرة حضرتك تعرف في كتير عالم ما قلبوا من الليرة على الدولار عن قناعة يعني في كتير عالم مقتنعين بالسياسات المتراكمة لليوم مش مقتنعين انه المؤتمنين على ادارة شؤون البلاد بصراعاتهم عم بكلفوك اعلى واعلى واعلى ومش من هلا صار من اربع سنين لليوم يعني انت اجاك الازمة السورية بال2010 2011 انعكست عليك بال2012 وتزامنت مع ازمات سياسية دائمة وحادة مين بيدفع منا هيدي وعجز فلتين وانفاق فلتين وهيدا كله بيأثر نحنا بسوق حر، نحنا مانا بسوق مسكر. يعني هون كمل الصورة بالمشهد النقدي معالي الوزير ديميانوس نص قطار البعض بيوجه ملاحظات حتى على سياسة المصرف المركزي بالدفاع عن الليرة والحفاظ عليها وانه هيدا سبب اساسي بالانكماش وضعف النمو. انه عم نحجز كل هذه الاموال اللي ممكن تستثمر اه اقتصادياً عم بصير الهدف الاساسي المركزي هو بس الدفاع عن الليره بالاقتصاد وهيدا شيء خاطئ. ليك بالمشاكل الماليه الاقتصاديه اخطر شيء هو الاختزال. يعني انت اليوم بدك تراقب من 1992 لليوم ما فيك تراقب لانه هلا وقفت القروض السكنيه معناتها انه في ازمه وهذا غلط وليش محتجز المصريات اذا بتاخد انت بالقروض السكنيه كانت 4 مليار بال2010 بس كان 45% من الاستثمار يجي من الافراد والمؤسسات يعني يجي من مباراة لبنان بال2013 مع الأزمة السورية الحادة بلبنان وانعكاساتها والأزمات السياسية خف الاستثمار المباشر ضخ مصرف لبنان بمبدا زياده النمو واحد واحد ونص اكتر من هيك مش مسؤوليته نحن لانه تدخل وحفز النمو عم نحاسبه هو عمليا انت بدك تحاسب الحكومات يلي ما عرفت تعمل نمو هو هذا الاشكال الحقيقي مش دفاعا عن سياسات المصرف المركزي انما توضيحا انه ازمه الادخار ازمه البطاله ازمه التعليم ازمه النمو القطاعات ازمه التنميه الفقيره بالمناطق هي كلها ازمات تراكمت وكنا دائما نقول الحمد لله عم بيجينا ودايع قادره تدين الدوله عجزة وتدفع فوايد المدين جي ومش الحال من 2010 النداء صارخ بموضوع الازمه الاقتصاديه من 2010 بس بتعرف لما بيكونوا وبعدين في كان في اموال غير منظوره ما كان بدك تحكي عنها هيدي صار لها سنتين شاحه كان عندك تحويلات خارج المصاريف منعناها بقانون 2016 كان عندك تدفقات مالية على لبنان لأسباب غير اقتصادية كمان هيدي شحت كتير كان عندك ما يسمى بالتجارات الغير موثقة كان عندك تهرب ضرائبي هي كلها أموال غير منظورة تهرب ضرائبي خارج لبنان مش بلبنان هذا لبنان شيء لحاله هذا أزمة لحاله <applause> بس عم بحكي بالتدفقات النقدية هيدي المداخيل بالمدرسة كانوا يعلمونا نسألهم الفرق نحن وصغار بين مدخول الدولة وإستيراداتها العالية يقول لك المداخيل الغير منظورة مظبوط مضبوط بالكتاب بكتابي علمونا إياها هاي الغير منظورة اليوم هالأربع عوامل شحوا كتير إما لأسباب قانونية إما لأسباب سعر النفط إما لأسباب حزبية إما لأسباب عسكرية شحت كتير الأموال الغير منظورة يعني خنق البلد بالاقتصاد الشرعي وخنق بالاقتصاد الغير منظور يعني هي هيدا الاشكال الحقيقي اللي صار هون من هون السرقة اذا بدك عم تكبر كتير يعني اليوم النايب وليد جنبلاط عم يحكي انه الجوع اتي الى لبنان هل قد حجم المشكلة يعني اذا كمان بنشوف الارقام المالية العجز للنصف الاول من سنة 2018 حوالي 3 مليار دولار والتوقعات عم تحكي انه بالجزء الثاني رح يكون الاعلى بتاريخ لبنان وحتى هلا من شوية عم نشوف تصريح لوزير الماليه علي حسن خليل بقلب مجلس النواب عم ببلغ النواب ما عاد في ليره وحده باحتياطي الموازنه خلينا كمان ناخذ هالارقام ونحطها باطارها الصحيح لا تقدر تقارن ال17 على 18 بدك تشيل منا الضريبه الاستثنائيه اللي حطيتها على المصاريف تما ما فيك تحسب انه ال17 اللي كان فيها ضريبه استثنائيه على المصارف ضخمه وخففت العجز انت بتقارنها على اساس هلا العجز كما هو، بدك تشيل هالضريبه الاستثنائيه وتشوف لي اذا العجز فارق بهالشكل ولا لا، هذا رقم واحد. رقم اثنين كنت انا اول واحد صاحب نظريه بال 2005 وزير ماليه انه لازم ندفع سلسله الرتب والرواتب وانه نحن كل سنه لازم نعطي زودات بحسب التضخم تصحيح ما نجمعها الله يرضى عليكم ما تجمعوها 2005 اخذوا قرار السياسيين انه يجمعوها اجت حقوق الناس مفاجأة مفاجأة للناس مش منتظرين بهالحجم وعملت هيدي تضخم لانه زاد الطلب بطريقة مفاجأة ومن تاني ما عمل مفاجأة للدولة يلي ما عندها هي ارقام دقيقة لاسباب عديدة سو صار عندك بدك تشيل الضريبة اللي أخذتها على المصارف الاستثنائية سنة الماضي وبدك تزيد الـ 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 الإنفاق الاستثنائي اللي عندك اياه بهيدي السنة حتى ليبين حقيقة شو لازم يصير وأنا كنت صاحب نظرية بيقول بيوم الإنكماش كل المدارس الاقتصادية يسارا ويمينا بتقول يا شباب ما بتزيدوا الضريبة نحنا ما حدا بده يسمع ما حدا بده يسمع زيدوا الضريبة وجيبوا مصاري النتيجة اجت انه رح يكون اخر السنة ما حصل ضرائبيا يعني بالجباية اقل من سنة القبل ليش لانه كل ما انكمش الاقتصاد نعم لك عالم ضريبة ليش مش قدرة تدفع تجي انت بكرة بتزيد ضريبة على الجدول رقم تسعة يعني مرسو بتصير تشلح الناس ضريبة شمال ويمين بدون مبادئ نفقات نفق. وهذا اسم كبير كبيرة. الاشكال اليوم صريخ عند الكل بس بيطولوا بالهم في صرير اسنان من قبل معمول قبل الصريخ تبع هلأ صلنا سبع سنين من عاني بعمق هذه الازمات وهاي الازمات مثل ما قلت اقتصاديه وعددتا شح بالسيوله جاي من المركزيه المخاطر بمصرف لبنان هو لازم يكون عنده القدره يمول الدوله وقت اللي بتعوز عمله ان كان من هاي ولا من هاي دولار او ليره والاهم من هيك هو انتفاء او ضعف كبير بالمداخيل غير منظوره يلي كانت تدفع لبنان بشكل كتير كبير معالي الوزير ديميانوس قطار اذا بدي منك اقتراحات يعني اصلاحات مطلوبه سريعا خلينا نقول لحتى يرجع لبنان يتنفس بالحد الادنى اقتصاديا ما في ما في حل واحد اكيد اول شيء عامل الثقه مقصة مع ثلاثه الثقه الاولى بالسياسيين يلي هو موضوع تشكيل شبه مستحيل اللي هو موضوع تشكيل الحكومه لا ثقه الناس بالسياسيين إيه بس أحد. هلا اذا شكلوا الحكومه يعني؟ معلش ما هن اذا شكلوا الحكومه وبيقدروا شكلوها بسرعه انا هذا رايي شخصي يعني الازمه اللي عم نشوفها هي ازمه باتجاه المخارج لقوا لك شكلوا الحكومه بيجيك اول عامل ساعة اساسي بتفوت على مجلس النواب بتاخذ تشريعات ضروريه بالاصلاحات بتروح على, على مجلس الوزراء بتاخذ فيها مراسيم يا عمي بس كيف بدهم مراسيم النفط؟ بديش اخذت وقت في وزراء ما حقوا يقروا المرسوم يعني ساعة اللي بيمشوا فيها كتير بسرعة أنا برأيي الساعة السياسية بتجي من هاي السلة السلة الثانية هي جلسة مع مديني الدولة اللبنانية وهيدا معروف هيدا عادة بتعمله بالسقة نحن وقت بريس ثلاثة اجت المصارف وشاركت بمبلغ مالي بفايده صفر يعني مش اول مره بتعملها فيك تعملها بس بدها تكون اكيد بس بدها تكون بسلة متكاملة تالت شغله كتير مهمه هو الاحصاء والتدقيق الفعلي اللي انا بطالب فيه من 2005 على مش موضوع مش الموظفين عدد الموظفين هي طلبته بال2005 يلي هو بيقول نحن بنعمل تدقيق الزلمه او السيده يلي هي فاتت على الدوله آه. باطار الزبائنيه السياسيه مش حط... هيك. ما تحطها بالبيت حطها بوزاره تحسين اجتماعي دربها على شو بتعرف تعمل وحطها بالموقع الاقرب لبيتها وننت مع الوقت وهيك صار ببريطانيا مع الوقت هالشخص اذا تدرب ووصل بتكون ربحته وربحت خبرته واذا ما وصل بتصير تعمل بس منحة اجتماعية بس مش كون صاحب حقوق بده ياخد منك 700% بالمية بكرة زودات على تراكم السنين 700% ويطالبك بتعويضات نهاية خدمة هو ما اشتغل شيء هو لا ينتج هو ما اشتغل شيء يعني هيدا هيدا لا يجوز يعني لا موجود بالعدالة الاجتماعية ولا موجود بما يسمى معالجة الفقر انت بتشيل هالمجموعات هيدي بتحطها بتدربها بتعطيها ثلاث اربع سنين لتتقدم بتدفعها بتدفعها ما في مشكلة ما في مشكلة عليها بس مهم تحرر الاداره وكوادر الاداره من التقل السياسي اللي ما عم بيعطي نتيجه طيب والقرار السياسي هون موجود بهالقصه هاي ما انا مش عم شيله من الدوله عم بحطه على جنب عم بدربه ما بده شيء انا ما عم شيله انا عم زيحه عن الاداره عم بحطه ب... باطار تدريبي وتحسين لقدراته وبعطيه خمس سنين تيوصل ما وصل بعد خمس سنين بلش ينزل معاه شو شو بدي اعمل ما فيني احمله الى الابد بده يفجر كل البلد الغير منتج عم نحكي المنتج. عن المنتج المنتج بالعكس حقه حبه مسك طيب اذا بدنا نروح على الاصلاحات المطلوبه بمؤتمر سادر، حكي عن كتير من اصلاحات ابرزها ترشيق القطاع العام اللي كنت عم تحكي عنه من معالي الوزير ومعالجه الدين العام يعني كمان الدين العام بلبنان نسبه للناتج القومي من اعلى المعدلات بالعالم عم نحكي يمكن ثالث دوله بالعالم صحيح. بالنسبه لسادر خلينا okay. نتفق <applause> لانه ضخموه كثير للمؤتمر صراحه. هو شو؟ هو فلسفته فلسفه الباحث والعالم الاقتصادي كينز، بيقول وقتا بمرحله معينه ما بيصير في ربح كافي المستثمر الخاص بينسحب. طرحه انه يا خي الدوله هي تتمسك بالاستثمار الطويل. اجت الدولة اللبنانية عم بتقول انا بدي استثمر بس ما عندي قدرات وما بقى فيني الديان بروح على سادر اللي بيعطيني دين رخيص انا هذا المؤتمر بيعطيني دين للبنية التحتية تبع بس هيدا اذا بكمل فلسفة كينز انا بدي موازنتين هو اخر شي طرح موازنتين للدولة موازنة للحساب الجاري وموازنة للاستثمار الطويل الامد الحيوي لنمو الاقتصادي اذا نحن عم نفكر بهاي الفلسفه هين سادره بدو شيء ضبطلي الحساب الجاري وهول المصريات اللي بيجوا من برا ركب لي بموازنه بانه بمجلس نواب على خمس سنين واستعملها هاي الاداره لانه مجلس النواب العمار ما رح يقدر يستوعب وحدو القدرات اللي هي مليارين بالسنة ولا بيستوعب له 500 500 مليون مين المطلوب يساعدوا بهالقصة؟ هون التطوير الإداري اللي لازم يحصل، فيكم مشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام لأنه بالقطاع الخاص في إدارات جاهزة فيك توصلها مع القطاع العام، مش بالضرورة تبيع أنت هالبنية التحتية إذا استثمرت فيها، فيك تستثمر فيها تحت إشراف الدولة بمؤشراتها ويكون القطاع الخاص مشرف على إدارتها ضمن ضوابط الأرباح. عملية سهلة جدا منا معقدة إذا كان في إرادة سياسية العودة دايما للأزمة السياسية للإرادة السياسية سادر بيقول أنا بدي الحساب الجاري تبعك هي موزنتك بالحساب الجاري تضبطها نزل لي نص نقطة العجز ما حكوها ما بدها شيء حلل لي الكهرباء وكهرباء حلها كتير سهل لازم توقفوا هالهرطقة ما بدها شيء قال لك يا قالك ما شيء قال ثلاث أشياء باخين ما معنى بالمفهوم الدولي ما معنى بس طيب. المشكله الفكره الاساسيه إيه؟ هل هناك قرار باقامه الدوله بلبنان هيدا هو السؤال الاساسي بحلق بحلق كل يوم انت بتنازعات دائمة كل مجموعه بتقوى بتقوى على الدوله كل مجموعه بتحس حالها وعندها فائر قوه بتستقوى على الدوله هو الاشكال انه نحن بلبنان للاسف المجموعه إذا ما حكمت الدولة ما بتعترف فيها، يا المشكلة الحقيقية، كل مجموعة بس تحكم الدولة بتعترف بتصير فيها موجودة. بتصير الدولة موجودة وعندها فعالية، السؤال هو هل تستطيع الأحزاب مثل ما عملت الطوايف بالأول، بعد الانتداب انسحبت الطوايف لصالح الدولة، وعيام الرئيس شهاب مظبوط تنازلت الطوائف لصالح الدولة وصار في تجربه ناجحه على صعيد اقامه الدوله صحيح لانه بعد الانتداب الفرنسي انسحبت انسحبت الطوائف مساحه معينه وتكون مفهوم الدوله ومع الرئيس شهاب بظروفه الاقليميه والمحليه تنازلت الطوائف لمصلحه الدوله واستمرت هذه الدوله ما بعد الحرب الاهليه يعني شوف قديش اخذت نفس هالدوله هيدي انا بتذكر بالحرب كان بس شيء يقول لك جيبوا الدرك بعثوا ورا الدرك والميليشيات عم تقتل بعضها لكن كان بعد الناس تنعى بذهنا انه في بزهنة دوله انه في دوله خي هاو الميليشيات طارئين بكره بفلوا بتبقى الدوله وبالتالي اليوم مطلوب عن جديد انه هالمجموعات يلي موجودة وهذا بتقلي هيدي فلسفة سياسية بقول ما في شيء بالسياسة بدون فلسفة سياسية نحن نطالب المجموعات اليوم في لبنان أن تتنازل ما بقى فيها تنسحب بس لورا بدها تتنازل لأنه هي صارت بقلب الدولة متمسكة بالمفاصل اللي أدت للخسائر كل واحد معالي الوزير عم بيحاول عم ياخد حصة من الدولة عم تطلب منه يتنازل انت عم تسالني هل هناك اراده لقيامه الدوله بقول لك دخول على الدوله وتمسكهم باراده اداره الدوله وصراعات بقلب الدوله وصلت لها القصير وهي الاشكاليه شو الاشكاليه في غير اشكاليه وصلت الخسير. مين عمل هو الخسير مين عمل هو الخسير اللي عمل هو الخسير هو الصراع المتراكم بين الجماعات السياسيه في لبنان أدت يا اوقات عم بتدد عم تعطيهم آه مثل ما بيقولوا استفادات متراكمه ليروقوا وهيدي كلفه او لما بيصطدموا بيوقف كل شيء عنده حلول جديه وسريعه بيدفع الاقتصاد الخاص خسائر يا القطاع العام عم يدفع خسائر يا القطاع الخاص عم يدفع خسائر اليوم نحن ليش صار طالعة وبها الحزن لانه القطاع العام ما بقى قادر يحمل خسائر ما بقى بيقر... على يقدر يمولها وصل على الحديد والقطاع الخاص عم بيقول لك انا كمان ما فيني بقى اتحمل خسائر والقطاع الخاص بيطفي وبيسكر وبيمشي معالي الوزير ديميانوس الطار الحوار مستمر معك عبر صوت لبنان حكيت عن قطاع مهم قطاع الكهرباء لانه هذا القطاع استهلك 45% من الدين العام بلبنان وتحول لنوع من المعضله يعني صرنا نقول انه كيف بدها تنحل هالمشكله هي عم نشتري اليوم كهرباء من سوريا اللي هي عندها نكبة الحرب عندها فائض بإنتاج الكهرباء قادرة تبيعنا كهرباء السؤال من سنة التسعين لليوم ليش ما قدرنا نلاقي هالحل البسيط اللي ما بده شيء في أزمتين بالكهرباء في أزمة تقنية يلي هي دايما في فرق بين كلفة الإنتاج بما يتراكم عليه من عدم تحصيل، من سرقه، هدر. من هدر من من هدر تقني بيحصل عادة هدر على هدر وفي هدر تاني في هدر تاني صحيح، دونك في دائما فرق بين هود التنين، وفي فرق اساسي بيجي باطار المحروقات، يعني كلفه المحروقات تبعنا. اول ما طرحت معالجه الكهرباء والتحول على الغاز والمعامل الاستراتيجيه والعمل معامل الغاز والعمل دول، يعني هيدي بعد اهم أنه بوقتها كانت النظرة بتقول غاز وإذا وقف الغاز بروح أنا على آه على المزود وهودي المزود أغلى من الفيول بس الغاز أرخص بكتير وأنضف بكتير صارت الأزمة بلبنان ما في غاز بقينا على المزود على الفيول وعلى المزود وهذا المزود بهول المعامل مكلف جداً وراحت من تاني ميل استفادات متكررة ومتشعبة انه عدم توفر الكهرباء يوفر بالمداخيل الغير منظورة بتذكر ذكرت لك اياها بالمداخيل الغير منظورة بأمن مداخيل كتير كبيرة برديف لألا وما في محاسبة يعني ما في مجلس نواب يفوت يقول انا قررت ما بقى اعمل موازنه للكهرباء بهالعجز مليارين دولار يعني كانك عم بتقول في قرار بعدم حل مشكلة الكهرباء هلا بس نشوف في واقع بالاستفادة في مجلس إدارة بالكهرباء مؤسسة مثل هاي غير مكتمل في شواغر يعني ايه؟ مشكلة طويلة عريضة ما عم نعين أعضاء مجلس إدارة الكهرباء من من 14 سنة هاي المشكلة مش هلا ليش بدي أقول لك اليوم السرقة صارت إنه ما بقى اللي إيه؟ شايف لو قادرين يمولوا المليارين تبع الكهرباء ما عندك صرخة هو الإشكالية الحقيقية ما هي بسموها إلاستيسيتي بروجرام تعرفها هاي المغايطة بتشدها توصل لمحل بتبلش تشقشي ما بتعرف من بها شو بيعملوا بيفلتوا المغايطة هلا عمليا هيك صار ما بقى حدا مستعد يشد المغايطة مشان ما تقطش بإيده بقى أحسب هيك وصلوا لمحل ما بقى قادرين بس هيدا نقاش من 2005 من بال 2000 بال 1995 انطرح بال2000 بالألفين انطرح بال2005 بالألفين انطرح بس كان بعدها اليه التمويل فائده موجوده بعدنا راح راح يمكن ايه والاستفاده موجوده ولا كيف بين اي مستوى بيقبل يمول الكهرباء مليون دولار على اي اساس على اي اساس على اساس انه في امر واقع عم بتبيع لانه عم بتبيع الكهرباء باقل من سعر الكلفه هيدا واحد في الفيول من تاني ميل وفي ساعات الخدمه ما هو ثلاث ازمات اول ازمتين على الدوله وثالث ازمه على واقع اللي هو سياسي امني في لبنان يلي قال اوكي اذا بنعطيهم 14 الموتور بيعطي 10 الموتور بيربح على الدولة بتخسر 14 ماشي الحال الحل, الحل برايك لهذا الموضوع ما يتحل مطروح 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 يكون عندك موتورات صغيره يعني منا معامل كبيره لا مركزيه الكهرباء لا مركزيه الكهرباء و... احنا بالالفين طرحت هذا الموضوع بعدني كنت راجع من هارفرد ان لهم الشباب اخذوا قرار بالعالم بخصخصوا الانتاج تما تدفع وبخصخصوا الجباية المصغره على المناطق خاصة مطرح ما المناطق بتهاب محيطة ما بتهاب الدولة وبتبقى شبكة التحويلات ملك الدولة لأنه إلها علاقة بالأمن الاستراتيجي بالألفين وواحد وشو وواحد شو كان الجواب واحد. ما حدا مهتم عم فيك تمول العجز في استفاده عش ساعات بالنار بكل لبنان هيدي الحقيقة هلا الناس مين وكيف وبيطلع لك واحد بيقول لك سمي لي يا اخي شو بسمي لك انا مسؤوليتي سمي لك <applause> في جو في واقع واحد وواقع ميداني امني سياسي من العام 1992 موجود بلبنان روح فتش سيال السرية المصرفية شوف حسابات العالم تسألني اي اسم شو هالسؤال هيدا؟ محور آخر في هذا الحوار عبر صوت لبنان مع الوزير السابق ديميانوس قطار هو انتخابات نصف الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية قراءتك لنتائج هذه الانتخابات هل صحيح أن الرئيس دونالد ترامب لم ينكسر؟ <applause> لا حسب اذا أتخذها بالعاطفه <applause> الزلمه كان خايف انه يطير <applause> اذا عم تاخذها بالعاطفه هو كان مكركب كتير انه اذا خسروا يعني بخسارة في كارثة جاي كارثة كرسي ويمكن ما يكمل واذا كمل يمكن ما بيعمل دوره تاني انا بعتبر بالتفكير الامريكي المطلق كانت التحليلات بتقول انه المجتمع الخارج المدن منتظم مع سياسة الرئيس ترامب وحديته الجمهورية السبب لأنه هن مجتمع يؤمن دائما بقوة أمريكا والوضع الاقتصادي جيد اليوم بالمدن المدن هيدا أكثر بالمدن المدن كان مؤشراتها أنه لأنه الوضع الاقتصادي ممتاز المدن بتروح بتصوت باتجاه الاقتصاد بقى من الواضح أنه أمريكا هيك عملت طلع بالنهاية في كم ولاية فرقت وصار عندك مجلس شيوخ متعاطف ومتكاتف مع رئيس الجمهورية وعنده فعاليته اللي هو بيسموه المجلس الأعلى والمجلس هو لور هاوس وأبر هاوس وبالنسبة لمجلس النواب فيه أكترية ديمقراطية هذا بيخلق توازن بأمريكا هذا ما بيخلق عرقلة في ناس بتفكر بيخلق عرقلة لأن نظام رئاسي بأمريكا الرئيس عنده القدرة على التحرك هلأ هيدي بتدعي للمفاوضات يعني نوعا ما مفوضات داخلية بتدعي لها مفوضات داخلية بس أنا بشك إنه تغير المسار على السنتين القادمتين أو على قليل 18 شهر قبل حملة انتخابية جديدة هل صحيح إنه المجلس الشيوخ لما بيكون بمقرب خليني أقول أو مؤيد لسياسة الرئيس بيعطيه حرية حركة أكثر بالسياسة الخارجية؟ أكيد وخاصة إنه إنه الانتخاب تبع هالأشخاص عدد طويل أكثر يعني في ثبات بمجلس الشيوخ أكتر من مجلس النواب مجلس النواب بيقلب أسرع من مجلس الشيوخ بالنسبة لمدة السناتور اللي موجود فيه والأهم من هيك أنه الرئيس التنفيذي بأميركا يعني قال انا رح بطل رئيس اداره ورح اعمل انا ايه ورئيس كل شيء رئيس الاداره ورئيس قوات المسلحه بتعرف مين الوزير النقل انت بتعرف مين هو وزير الصحه بامريكا ما بتعرف لانه ما في بتعرف وزيرين انت بتعرف وزير الدفاع والخارجية. وزير الخارجية اما الباقي كله هذا الشؤون الداخليه ما حدا بتعطى مع حدا طيب انطلاقا من الشيء اللي عم تحكيه البعض يتوقع نتيجه هذه الانتخابات استمرار السياسه الامريكيه المتشدده لا تجاه ايران بالمنطقه هلا لما بيطلع رئيس الجمهورية الأمريكية المنتخب بيشكر أجهزة استخبارات وزارة الدفاع هذه نادرة ما شفناها قبل ويكون أقرب المقربين لإلو على عدة دورات هن من القيادات العسكرية شو معناتها؟ معناتها أنه في تموضع استراتيجي بعد فترة الرئيس أوباما 8 سنين يلي خففت دور العسكر وخففت له موازناته اجى الرئيس ترامب مؤمن هو بقوة أمريكا مؤمن أنه أمريكا دولة يجب أن ترتكز دائما على القوة في المفاوضات وليس على الحوار التفاوضي الديمقراطيين بيشتغلوا على أساس الحوار التفاوضي أقل قلفة على أمريكا لنموها الجمهوريين بيروحوا على القوة الخارج أمريكا الرئيس ترامب راح زد لهم دوز القوة التفاوضية وليس الحوار للتفاوض والبرهان قد الرئيس ماكرون راح لعنده وجرب يقنعه بموضوع ايران، قال له انا ما بقدر انا قلت للناخبين هيك رح اعمل هيك رح اعمل. رجعها فوضوا بموضوع اتفاقية المناخ، قال له ابدا انا قلت لهم انا ما بدفع الفاتوره وانا طالع. راح الناتو قال لكم بدكم تزيدوا انتم كلفه الناتو ما بقى احملها لوحدي نفس المعركه بالامم المتحده واليوم عم يحكي انه في تكاليف بدها تدفع الدول الغنيه مقابل الحمايه الامريكيه إلى من خلال الناتو صحيح وبلشها باليابان اكبر حليف استراتيجي له معركته التجاريه على الصين يعني هو زاد على مفهوم الجمهوريين بقوه امريكا هي قوتها خارج امريكا زاد عليها القدرة التفاوضية والقوة التفاوضية وهذا النهج ما راح يتغير برأيي يعني ليش رح نشوف سياسي أمريكي اللي عم نشوفه يمكن مع التشدد أكثر مع تشدد أكثر ومع فعالية عسكرية أكبر برأيي بأي مناطق تحديدا؟ هلا هن بالنسبة لهم الشرق الأوسط يرتكز على حماية أمن إسرائيل وعندهم العمق الآسيوي اليوم بحث جدي على تطور القوة العسكرية الصينية وعندهم التحولات بأمريكا اللاتينية لأنه بالنسبة لهم أفريقيا متموضعين هن بينهم وبين الصينية على التموضع الأفريقي بالنسبة لأمريكا اللاتينية أن تتحول إلى يمين يعني الفكرة تبعون أن تتحول إلى يمين ما بدي أقول متطرف بس إلى يمين متشفد. جامد 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 وهذا البرهان بالبرازيل وراح نشوفه بغير دول كمان محور آخر بهذا الحوار مع الوزير السابق ديميونوس قطار العقوبات الأمريكية على إيران يعني لحديث هلأ نحكى كثير عن هذه العقوبات بس لحديث هلأ كمان ما قدرنا نفهم تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني تحديدا قديش ممكن تأثر هلأ أول أزمة عند إعلان أنه رح يصير في عقوبات هي كانت قصة العملة يعني صار في تدهور كتير كبير بالعملة الوطنية الإيرانية الوطني الإيراني. وهيدا في ناس بيسخفوا فيه إنه ما قالوا معنى ونحن بلد متكامل وكذا المجتمع الإيراني بيخاف من هالإشارات هيدي بيخاف من هذا التدهور اثنين الأمبارجو اللي بده ينعمل متروك له متنفسات يعني هو إذا بدك هي القوة التفاوضية أكثر من خنق والتسكير على إيران صار في استثناءات وبالتالي هيدا هالعقوبات على الأمد الطويل مؤذي على الأمد القصير عند بعض التأثيرات بس أنه بعد سنة تشوف المجتمع الإيراني قلب النظام وطلع ما بتشوفها بس بتشوف احتقان يعني اليوم ما يكتب أنا ما رحت على إيران ما يكتب عن الأزمة في إيران هو دقيق يعني في أزمة عند الناس في بلبلة وقلق على المصير المستقبلي الشبيبي عندها نوع من الاستياء انه الى اين سوف تستمر الدولة بانفاق سياسي خارج ايران هذا في تململ فيه انه اذا انا عندي كل كلفة الدور ايه اكيد اكيد هذا بلش يخلق تساؤلات وتساؤلات محقه ومن ثاني ميل الدولة تريد تطبيق استراتيجيتها في المنطقة كي تبقى لاعبا مش بس اقليميا ايران تريد ان تكون دولة عظمى ما بدها تكون دولة اقليمي بس عند المقومات انه تكون هذه الدولة هي تعتبر كذلك من خلال شو؟ هي تعتبر موقع امكاناتها مواردها ما هي تعتبر انه قادرة قادرة بتمددها السياسي الاستراتيجي أن تكون دولة عظمى طيب ممكن نشوف نوع من حوار خلينا نقول أمريكي إيراني نتيجة يعني هذا الضغط ليؤدي لشيء نوع من حوار لا شك هلا بالإعلان الأول للرئيس ترامب كان انسحبوا إلى حدودكم فنتفاوض هذا لا يعني مش وارد مش وارد انهاء إن الدور ما مش وارد هيدا صار في اوكي فاذا خلينا نكتشف حجم هذا التمدد. اللي لمسني اخر سنتين هلا. هل حجم هذا التمدد، فعالية هذا التمدد، وين بيصير في تأثير وباي حجم؟ لأنه هيدا كان النقاش الأساسي عندما تمددت القوى الإيرانية بعهد الرئيس أوباما. إيه؟ اليوم السؤال أين أصبحت هذه القوى الإيرانية؟ أين تمددت؟ ما هي وهل ما جرى؟ لنقدر على أساسها يعتقد الامريكيون بيقدروا يفاوضوا انا بعتي الدوله الايرانيه متمتعه بالقدره التفاوضيه يعني في حس حس تفاوضي رفيع المستوى عند المجموعات الايرانيه الولايات المتحده الامريكيه واوروبا يعني بين كنت من شوية عم تحكي حضرتك معي الوزير عن دور الرئيس ماكرون واضح كان المانيا بريطانيا وحتى المانيا منن على الموجه نفسها مع الرئيس ترامب ممكن هيدا يكون له وقع تاثير معين بهالملف هيدا الرئيس ترامب بيعتبر انه لازم اوروبا تزيد انفاقها العسكري وتشتري من عنده يعني هذا تفكيره الاساسي فوجئ بالموقع الاوروبي وتحديدا الالماني الفرنسي اللي عم بيقول له لا نحن اذا بدنا نزيد الانفاق العسكري هو رح نصرفه عنا رح نصرفه باوروبا وتناقشوا كثير بهذا الموضوع انه التطرف اللي عم بيزيد بأوروبا لا يستوعبه سوى الجيش الأوروبي الموحد يعني في كمان دافع اجتماعي أوروبي ودافع أمني أوروبي إلى تطوير هذا الحلم العريق عند تأسيس أوروبا كان العملة الوطنية والتاريخ الموحد والجيش الواحد لهلا قدروا على العملة الوطنية حافظوا عليها قدروا يعملوا مفوضية أوروبية تنتشر ببلاد العالم بس ما عندها فاعلية قد الدولة اللي طالعة منه يعني إذا بتيجي مفوضية أوروبية على بلد وهذا البلد كانت فرنسا مثلا موجودة فيه سفير الفرنسي بيطلع دوره أقوى فإذا هذا التوجه ب... بتوحيد القدرات الأوروبية طالما في قانون موحد للمصارف طالما في عندك ما يسمى ب... مش الرئاسة الأوروبية بس شيء قريب منها رح يكون في صعوبة انك توصل على الجيش الاوروبي الموحد بدها تضل القوميات وعنده عندك القوميات وعندك العائق اللغوي، يعني كمان هيدا موضوع بيلعب دور، صحيح انه شو بده يحكوا انجليزي كلهم مش مش الحقيقة باوروبا، اوروبا كل واحد بفضل يحكي لغته، بتروح على ايطاليا بتفتح التلفزيون بالاوتيل كله بالايطالي، باسبانيا نفس الشيء، بفرنسا فرنسي، قليل يجيك اذاعة لا تتكلم اللغة الوطنية بالمانيا نفس الشيء بدي اروح معك على شق اخر من تاثير هذه العقوبات، تاثير هذه العقوبات على لبنان. كلنا بنعرف تمويل حزب الله مرتبط مباشره بايران. قديش رح بيكون التاثير على وضع لبنان؟ انا بعتقد انه اليه تمويل حزب الله اعلنها سمحت السيد هو قال انه مانا ما بالبنوك وهم حكي حتى عن الشنط وحكي مبررات يعني هيدي من التدفقات النقديه لاسباب غير اقتصاديه حكيت عنها، انا ما بعتقدها إيه بتتاثر وهلا مع ارتفاع سعر النفط ما بتتاثر لانه يعني هيدي باطار المصارف يعني هيدي بالمداخيل غير منظوره ما فيك تعرفها يعني ايران حتى حكيت انه راح بتتابع تسويق النفط بابواب معينه وفي استثناءات بمعنى انه هذه العقوبات لن تخنق بالنهايه ايران ما رح ما رح توقف عن ايران مصدر الدولار او الاورو صحيح انما لن يكون لديها حريه يعني ديجا في 500 الف برميل اقل يعني مش بهالحريه رح تقدر تسوي نفطه بالكامل وهيدا الشح رح ياثر عليها يعني انا عملت ديك يوم الحسابات وكانه بصير برميل او موين قبل العقوبات وبعد العقوبات وكانه قصد 40% سعر البرميل مش زاد 20% وبدها تتكيف مع هذا الواقع وعليها التكيف وعندها احتياطيات بعتقد انا ما عندها مشكله بالمدى القريب ماني شايف مشكله بالمدى القريب برجع معك معالي الوزير ديميانوس الطار الى البدايات الوضع الحكومي في لبنان بس لاختم لا معك بهيدا الـ الشق الـ لو بدي ردك على موضوع التاليف متى يفرج عن الحكومه في لبنان شفنا تصعيد غير مسبوق يعني كلام السيد حسن نصر الله السبت الماضي كان عالي السقف هل هو اخر الطلقات يعني الرئيس بري عم بيقول ما تشوفوا المخفي ممكن تكون الحكومه قريبه مش بالضروره <applause> نروح على شيء مسكر مزبوط. وشفنا في تحرك للوزير جبران باسيل اليوم الرئيس امين جميل كان يقول بايام الحرب اشتد ازمه تنفرجي تنفرجي تنفرج. تنفرج. ربما هيدا الواقع تبعها يعني كان في هيك ظهور حاد و يعني هيك ظاهرة غير مألوفة إذا بدك لسامحة السيد اللي بيرمز كان دائما إلى صورة دينية إلى تحدي خارج لبنان إلى الإصرار على الحوار والاستقرار هيدي يعني واحد لازم يفهم من خلفية متعددة ما يعتبرها إنه هي هي مركزة لتدمير إذا بدك المفاهيم أو الأعراف مثل ما عم بقرا ممكن تكون هي إعادة تثبيت على ما يسمى القوة في الداخل وعلى تأكيد التفاعل مع النظام السوري الحاكم في سوريا والتأكيد على الالتزام الإيراني يعني بهذا الإطار هو الثوابت الأساسية هو سوى بس هذا ما بيمنع ما بيمنع أنه تلاقي حال بيعطي مفهوم قيادة حزب الله والواقع السني خارج إطار المستقبل شو ما كان الاسم وشو ما كان الطبيعة أن لا يكون مناهض للعلاقة مع سوريا وبتنحل وأن لا يكون يعارض ارتباط حزب الله الوثيق باستراتيجية الإيرانية إذا لقيت هيدا الإلية وخلفها في عندك آليات كتير ما هي تعقدت الحكومة من آليات عديدة مش من هاي الآلية هاي, هاي واحدة الآلية منه. إذا بدك وحدة منهم إذا بتلاقي لها مهم ما نلاقي شيء جديد بدي ممكن تكون اخر ما يكون اخر <applause> العقد في جديد في جديد يعطلها لا بس ما كمان هني قياده الحزب دائما قياده حزب الله بتوصل لمحل بعد انتصار مش دائما بالحوار يعني عندها هال هالتحرك الدائم كمجموعه ان تصل الى ما تريد بالانتصار يعني بنفسيه مش نفسيه المعركه بنفسيه انه انه لدي من القوه اللي بدي <applause> الصراع بين الرئيس ترامب وال والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه هذا جوهره صعود الرئيس بوتين ب... بروسيا مع الوقت اجى من هون من من هذه القوه الفائدة لروسيا اليوم يعني كل هيدي المفاعيل نحن عم نعيشها بلبنان هلا لبنان بما انه بلد الحوار مننقذ بما انه بلد الحوار من بنتضايق، بما انه بلد الحوار من خاف انه لا يا زلمه وين اخذينا؟ هيدا حق طبيعي عند اللبنانيين، وبتلاحظ كل السياسيين اللي عندهم تجربه حرب بيقولوا لك شو؟ الهدوء، العوده الى الاستقرار، هيدا مشكل سياسي بينحل بالسياسه، ممنوع الشارع، ممنوع الفتنه، كل اللي اذا بتراجع من 48 ساعه لليوم كل اللي عندهم تجربة الحرب استعملوا هدوء استقرار لا للفتنة لا خطر اقتصادي حتى إسرائيل ما بقى خطر إنه <applause> هيدا ردعينه إنه إسرائيل خيرج. خطرة خارج الحسبان هيدا عنده قوة ردعك يعني وصلنا لمحل إذا بس محصورة بالاقتصاد هيني كتير بدي أتمنى إنه تكون هيني بختام هذا الحوار مع علي الوزير ديميانوس قطار شكرا أهلا وسهلا فيك دائما بصوت لبنان شكري أيضاً للمخرج بيير جامو ومني شرب المارون لكم تحية مجدداً وإلى اللقاء